سلام سعد، فنان تونسي. هذه تنجم تقول بداية فعلية ليا. حضرت ألبوم يتكون من 8 أغنيات، 8 أغنيات فيهم 6 أغنيات من كلماتي وألحاني، 2 أغنيات من كلماتي وألحاني ياسبن أحمد، توزيع منتصر محمد علي. اخترنا باش نصوروا أغنية زيدا باش تكون البداية، معناها بداية ثابتة، معناها بخطى ثابتة. اخترنا أغنية سيليباتير، وكان الإخراج لسليم بن حفصة، وبرودكسيون عين فيلم، والبرودكتور محمد سعودي، وإن شاء الله على قريب يخرج كليب مزيان برشا. وكيف كيف قررنا زيدا عنا بعض المشاريع المستقبلية، فما تصوير الكليب آخر، فما بعض أدوار زيدا في عروض تاع تمثيل زيدا في أدوار أخرى، وإن شاء الله تسمعوا علينا كل خير، وإن شاء الله الكليب زيدا ينال استحسان الناس الكل، خاطر نحكيوا فيه على موضوع يشد انتباه، نتصور الناس الكل، فما فئة من المجتمع ما حكينيش عليهم اللي هما لي سيليباتير، وكأنه معناها ولات كلمة سيليباتير واحد يخاف منها، معناها يلزمك تكون اون كوبل، ولا يلزمك تكون معرس، ولا يلزمك تكون كذا باش انت تكون ايكيليبري. لا، مش بالضرورة هكاكا، حابين نردوا الاعتبار للفئة هذيا واللي راهي نورمال عادي، كل شيء بالكذب. اخترنا الأغنية هذيا وصورناها بطريقة فيها برشا من فيها جو أمبيونس، فيها فكاهة، فيها كل شيء تمشي مع تتماشى مع الفئة الكل، الناس كلها تنجم تتفرج فيه. إن شاء الله يعجب، إن شاء الله يعجبكم بالطبيعة.